محتاج مننا نصر يابا؟ سيدنا النبي يحتاج نصر منا أم نحن من نحتاج إلى نصر رسول الله؟ نفسر بس تصلي على سيدك النبي وصلي على الحبيب قلبك يطيب. شوف الذي تولى نصر رسول الله هو الله، قال تعالى معاتبا على من خذلوا رسول الله بعد 9 سنين من الهجرة، ربنا يعاتبهم ويقول لهم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآية. يبقى الذي نصر رسول الله هو من؟ هو الله. وطلب الله منا ذلك، قال تعالى ليه؟ لتعزروه وإيه؟ وتوقروه، اللي هو سيدنا النبي ما تصلى عليه. طب إحنا إزاي ننصر رسول الله؟ أولا مش نصر للنبي، هو نصر المن؟ نصر المن؟ لنا نحن. يعني انصر نفسك بنصرك لرسول الله. طب انصر النبي ازاي؟ هو النبي محتاج نصر؟ بتطبيق سنته، بتنفيذ منهجه. ذلك اهل العلم قالوا ايه يا عم وحد؟ اهل العلم قالوا ان استطعت الا تحك جلدك الا بسنة فافعل. لو يعني ان استطعت ان تعرف ان ازاي النبي كان بيعزكم الله بيهرش كده اعمل زيه. ولذلك كل شيء ورد عن رسول الله فهو سنة. واوعى تفكر يا مولانا ان نصرة النبي بالشعارات الرنانة والمؤتمرات اللي ملهاش لازمة دي، لا لا خالص. ولا احنا بقى نقوم على السوشيال ميديا والفيسبوك الا رسول الله بس كده، لا خالص. نصرة رسول الله مش كده خالص، ولكن نصر النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق ايه؟ سنته، وتنفيذ ايه؟ منهجه صلى الله عليه. وحب النبي، حب النبي مش اي حب بقى، مش اوعى تفكر انه تفضل منك ومنا منك تقول ايه ده انا بحب النبي، ده انت غصب عنك لازم تحب النبي. وان ما حبيتش النبي يبقى ايمانك فيه ناقص. اصل انت احمد الصباغ تحبه ما تحبوش مش ايه؟ مش فارقة، مش مشكلة معاك. وياما اتنين تحت سقف واحد ما فيش حب بينهم القصة، لكن حب الله والرسول والدين ده ايه؟ لازم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده برضو؟ قال ذاق طعم الايمان او ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان في قلبه، منهم ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في الإيه. لازم تحب النبي يابا، برضا هتحبه وغصب عنك. بس إحنا مش محتاجين حد يحب النبي غصب عنه. واوعى تفكر اللي هيسب النبي ويشتم النبي يا أستاذ محمد الكلام يوصل للنبي، لا لا خالص. النبي أرفع من إيه؟ ده المشكلة فين؟ فين إحنا؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح قال لا يؤمن أحدكم، ده الكلام إيه؟ العلماء قالوا يا ترى لا يؤمن أحدكم بعم جمال، يعني نفي كامل للإيمان؟ نفي كامل للإيمان يعني غير مؤمن، ولا لا يكون إيمانه كامل؟ نقص، نفي نقص ولا نفي كمال يعني؟ الله أعلم يعني، مش مشكلة خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم ها حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يبقى النبي أغلى عندك من أبوك، أغلى عندك من ابنك، أغلى عندك من الناس إيه؟ لدرجة إن سيدنا عمر لما نظر للحديث راح للنبي قال له يا رسول الله أنت أحب إلي من ابني ماشي، ومن أبويا ماشي، ومن الناس يا عم صلى عليه، ومن الناس جميعا يا عم سيدنا ماشي، انما من نفسي. وشوف صدق عمر بن الخطاب، طب ما تعديها يا عمر وخلاص، مفيش. قال له نفسي لا معلش، يعني ازاي احبك اكتر من نفسي؟ فسيدنا النبي قال له ونفسك يا عمر، يا عم عبيد ده ايه ده شرط، ونفسك يا عمر. سيدنا عمر لبس ماليا راح كده وجي راجع قال له انت الان احب الي من نفسي يا رسول الله، انت الان احب الي من نفسي يا رسول الله. فسيدنا النبي قال له الآن يا عمر قد اكتمل إيمانك،
يبقى الله ده سيدنا عمر وما يدريك ما صلى. يا عم جمال ما تاخد الاستاذ احمد جنبك في الطراوة ورا كده اللي بيحب النبي صلى عليه. السؤال هنا او النقطة المهمة هنا يا عم اسماعيل ان انت مش يعني مش النبي مش محتاج منك حب ولا محتاج منك نصر. ده احنا اللي ايه يا عم احنا اللي اقول لك بقى بالبلد كده انا عن نفسي محدش يدعوه بي انا محدش شريك انا بتلزق في النبي. يلا بقى انا بمسك في النبي انا بجري ورا النبي انا بدور النبي فين ووراه في الدنيا وهبحث عنه برضو فين. مالكش دعوه بيا بقى يا سيدي انا جزمه النبي على راسي ترابه على دماغي انا حد شريكي انا كده سيدنا النبي. انما نقعد نبكي ونعمل شعارات ورنانات ويقول لك الا رسول الله وما صلاش الفجر ها الا رسول الله ومن اذى رسول الله ها وهو قاطع رحمه ومش عارف امه وابوه ساكنين فين. ينفع انت تضحك عليا ولا على نفسك؟ على ايه؟ على نفسك انت بقى. صلى على حبيبك صليت على محمد. فاحنا عايزين ننصر النبي بتطبيق سنته بتنفيذ منهجه بالاقتداء بالقرآن والسنة بالمحافظة على السنة قدر الايه. اصل المصيبة ودي للأسف موجودة في كتب عارف يقول لك برضو وانا ده الكلام ده والحته دي مش عجباني بصراحه يعني يقول لك الفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه دي ايه. طب والسنه قال لك ما يثاب فاعلها ويعاقب تاركها ولا يعاقب تاركها ده مصيبه. ازاي بقى اذا كان الدين كله سنه ازاي لا يعاقب تاركها بقى؟ يعني انا مش راكبه معايا بصراحه. ممكن بعد السنن الخفيفة ماشي ما هدي بقى هدي المشكلة بقى. شوف الاستاذ احمد بيقول ايه وقعوا بيقول لك ايه اهي برضو سنة عمل زي مين يقول لك يا عم ده سنة. لا استنى بقى يعني الله يفتح عليك اللي بيحب حد بيمشي ايه بيقول لك ده انا بحب ابويا والله ده انا بقلده بالظبط. طب قلد سيدنا النبي خد بالك اكل النبي سنة عم اسماعيل وشرب النبي سنة ولبس النبي سنة وحلقة النبي سنة والعلماء قالوا وسكون النبي سنة حركة النبي سنة ضحكه سنة حزنه سنة بكاؤه سنة. سيدنا أبو هريرة بيحكي مرة حديث طويل مش وقته النهاردة فجي عند حتة معينة وجي سيدنا أبو هريرة ابتسم ضحك والموضوع يعني فسيدنا أبو هريرة قال لهم لما لم تسألوني مما أضحك؟ قال له طب يا سيدي اللي مزعلك إيه تضحك ليه؟ قال لهم رسول الله وهو يحكي لنا هذا الحديث ضحك في هذه النقطة فضحكت اقتداء برسول الله. بص وصل لإيه بس. شوف أحد الصحابة يقول لك ما كنت أحب القثاء أو القثاء اللي هي الإيه لا القرع ده ما كنتش بحب قير. قال حتى جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم لنا الدباء رب الدباء اللي هو قرع العسل. قال ما كنت أحبه ما باكلوش يا عم مجدي فحد حطهن والنبي قاعد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء بيده يعني يدور على حتة القرع العسل وإيه. قال فأكلت مثل رسول الله ومنذ إذ قد أحببته اقتداء برسول الله. بس الموضوع إيه سيدنا عبد الله بن عمر شوف الاقتداء. عبد الله بن عمر كان يحب شجرة كده من الشجر ويقعد جنبها ويرويها ويقلمها ويروقها ويدلعها حاجة كده وعمل جنبها حتة عين مية كده وبدأت خير يا ابن عمر أرص المكان ده كان النبي بيقعد تحته وبيحبه فأنا بعمل زي النبي. عارف لدرجة ان سيدنا عمر قطع هذه الشجرة سيدنا عمر بن الخطاب عشان الناس لا يفتنوا بهذه الشجرة. عمل ايه عشان ما الناس ما يظنوش ان الشجرة دي ايه. لدرجة ان سيدنا عبد الله بن عمر كان عنده جمل فبقى راكب الجمل رايح جاي رايح جاي فقعد واحد زي حالتكم كده قال يا عم عبد الله بن عمر انت خيلتنا انت رايح جاي ما ترسلك على ايه يا عم سمعه ارسلك على ايه على حل على بر. قال لهم والله انا ما وريش حاجه بس انا رايح جاي كده ببعض. قالوا لهم ليه يعني قالوا له ليه؟ قال لان ناقه رسول الله الناقه جمل النبي كان يمشي من هذا الطريق وانا امشي بناقتي في نفس الطريق لعل خف ناقتي ياتي مكان خف ناقه حبيبي محمد. ده مش عايز هو زي النبي لا ده عايز الجمل بتاعه يبقى ايه زي جمل النبي. نختم بقى
عشان دي نصرة النبي مطيعه، تعصي الإله وأنت رابع العدوية. بص يقول لك، خلينا هنا، خلينا في الحتة دي. النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات مرة واحد يصلي، وسيدنا النبي كان أحيانا يصلي بالحذاء، لأن المسجد كان ما كانش ممهد مثل هذا، أو يصلي في الطريق أو كان حصى أو غيره. فالنبي دخل بالحذاء، وكان تقريبا أول مرة النبي يصلي فيها بالإيه؟ بالحذاء. وبعدين فالنبي نوى الله أكبر، ولبس الحذاء بتاعه، الشوز بتاعه، الجزمة بتاعته، الشبشب بتاعه، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فصلى الصحابة جميعهم بأحذيته، الصحابة كلهم، محدش إيه؟ محدش قلع. وكانت المفاجأة أن النبي جاء في منتصف الصلاة خلع الحذاء وجي حطه جنب. عارف ايه اللي حصل؟ طب يا جماعة انتوا بتصلوا، استنوا لما الصلاة تخلص. فالصف اللي ورا النبي خلع، فالصف اللي وراه شاف ده خلع الصف اللي وراه، فخلع المسجد وايه؟ اهل المسجد جميعا. دول شافوا النبي عمل، ودول شافوا النبي في الصلاة. فالنبي السلام عليكم السلام، يا عم واحد، السلام عليكم السلام عليكم، لا كل واحد حاطط جزمته ايه؟ الله، هو انتوا هنا خايفين تتسرقوا برضه زي جماعة الفردوس ولا ايه؟ يعني عندهم كان حد برضه بتاع جزم ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لهم ما لي ارى الاحذية، ما الذي حدث؟ عارف الصحابة قالوا كلمة واحدة، لكاني خير. قالوا له رأيناك دخلت الصلاة وانت لابس الحذاء فلبسنا، ثم رأيناك خلعته فخلعنا. لكاني ايه؟ مش انت لبست، احنا زيك خلعت برضو احنا ايه؟ فجي النبي بقى معقب وقال لهم لا تفعلوا ولا تعودوا لمثل ذلك، وصلوا بأحذيتكم في, 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 في الشرح يعني، إلا أن أخي جبريل نزل علي وأخبرني أن بحذائي أذى. جبريل نزل قال له رسول الله خد بالك، الشوز اللي انت لابسه او الحذاء ده في حاجه مش طاهره، في حاجه، فامرني بايه؟ اما انتم فلا تخلعوا. شوف الشاهد ايه، رايناك لبست فلبسنا، ثم رايناك خلعت فايه؟ لكاني. سيدنا عبد الله بن رواحه جاي من بعيد كده، والنبي بيقول في درس او خطبه زي دي كده، وواحد وقف او شويه، فالنبي قال اجلسوا، وقت ظهيره. سيدنا عبد الله بن رواحه وكان النبي جهوري الصوت واقف بره في الصحراء، جه جلس. خلص النبي الصلاه وخلص الخطبه وخرج، والدنيا كلها مشيت، وسيدنا بن رواحه ايه؟ قال له خير يا ابن رواحه، ما الذي اجلسك في هذا الحر وفي هذا الوقت؟ قال له يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلست، ولم اسمعك تقول قوموا فلم اقم حتى تامرني. ايه ده؟ لا 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 لا، ده الجماعة دول بيقتدوا بالنبي بإيه؟ هي دي نصرة النبي، مش في الفيسبوك، مش على السوشيال ميديا، مش إلا رسول الله. مش كل واحد يغير بقى البروفايل بتاعه أو صورته على الفيس الغم اللي جانا ده وكذا. لا لا لا، مش النبي ده خالص، ده النبي بريء من الكلام ده جدا. لا لا، نفذ. وبصراحة بقى أنا بشكر الدولة اللي عملت كده، طبعا أنا ضد الموضوع ده، بس تصوروا من يرجعوا المسلمين لسيدنا النبي مرة تانية. انا بقول شكرا يا فرنسا، بقولها اهو من هنا، شكرا والله. ماكرون ده كتر خيره بصراحه. عارف عمل ايه يا عم محمود؟ خلى الناس كلها والسوشيال ميديا كلها ما وراهاش غير مين؟ غير النبي والصلاه على النبي وسيره النبي والدفاع عن النبي. الصح ان ده امر ايه؟ ده الطبيعي. الصح ان يبقى ده ايه؟ الانتفاضه دي مش عايزها ايه؟ تخفت. لا، تلك هي النصره الحقيقيه بتطبيق السنه، بتنفيذ المنهج، بالحب، بالاتباع، لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ أسوة، ولم يقل قدوة. هنعرفها المرة الجاية إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، أرزق كل المشتاقين بذرية صالحة. اللهم ارزق كل المشتاقين بذرية صالحة. اللهم ارزق كل المشتاقين بالذرية الصالحة، وارزقنا الحج والعمرة في هذا العام وفي كل عام، واجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة بعد الموت برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجزام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين، وصل على الحبيب قلبك يطيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا رسول الله.